بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة لكل العالمين. بإذن الله هنحل مع بعض النهاردة A B و C و D من الـ Educational Round بتاعت امبارح 153. هنحل أول أربعة، هنبدأ بالأولى. في المسألة ديت بيقول لك إن هو هيديلك string، والمفروض إن أنت تطبع له regular string من لينث 2 من سايز السترنج دوت، وفي نفس الوقت السترنج دوت ما يكونش سب اري من ايه، من السترنج اللي انت تطبع. يعني مثلا وليكن انت هنا معاك 2، فانت المفروض تطبع ريجولار سترنج ويكون من لينث 4 اللي هو 2 في السايز، بس في نفس الوقت السترنج ده ما يكونش سب سترنج جوه. يعني انت ما تجيش تقول له كده كده هو سترنج ريجولار فعلا، بس لو جيت بصيت هتلاقي ان الحته دي كده هي موجوده هنا، فدي ما تنفعش. تمام. طيب فانت هتضطر انك تعمل ايه، فانت هتضطر ان انت تروح طابع كده كده بقى ريجولر، وفي نفس الوقت دوت ايه دوت ما ظهرش فيه. طيب علشان في حد بعت حاجه في الشات حبيبي عبد الله، علشان نحقق حاجه زي كده خلينا متفقين الاول. هو بيقول لك لو ينفع تطبع يس، لو ما ينفعش تطبع نو. خلينا متفقين ان احنا الحاله الوحيده اللي هنطبع فيها نو هي الحاله دي، ان هو يكون مدي لك السترنج دوت، لان انت مستحيل 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 تطلع ريجولار سترنج ما يكونش فيه الدوت كصاب سترنج، لان اصلا اصغر ريجولار سترنج هو ايه، هو ده. فده مستحيل، فدي الحاله الوحيده اللي هتطبع نو. طيب وبعدين ايه الحل الاوبتيمال لحاجه زي كده؟ لو هو مدي لك في الصاب سترينج ده اتنين زي بعض ورا بعض، فانت الاجابة بتاعتك هتكون كده. يعني مثلا تعال نفترض ان هو مش عايز الاتنين دول، يعني هو مديك السترينج ده، فالاجابة بتاعتك هتبقى كده. ليه؟ لان انت واحدة رايحة وواحدة جاية، واحدة رايحة وواحدة جاية. طيب انت لقيت اتنين ورا بعض جنب بعض، فده السترينج الوحيد اللي انت متأكد ان هو ريجولر، وفي نفس الوقت مستحيل ان انت تلاقي اتنين جنب بعض ورا بعض. طيب غير كده يبقى العكس، لو ما لقيتش اي اتنين جنب بعض شبه بعض هتطبع له ايه؟ هتطبع له كده مثلا، يبقى انت هتطبع له كلهم ورا بعض وشبه بعض. المهم ان هو يكون ايه؟ ان هو يكون ريجولر. تمام. الكود اهوت، ودي التستات بتاعتي. هو هنا ادالنا السترنج دوت طبعا ولا ده ادالنا ده، هتلاقي ان اول اتنين دول زي بعض، فانا طبعت له واحده 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 واحده. هتيجي هنا تلاقي الاتنين دول زي بعض، خلاص اطبع له واحده 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 وهكذا. تمام. الكود ان احنا هنتشيك الاول هل في فتحه وقفله، نطبع السترنج يعني بيساوي دوت نطبع نو. غير كده هطبع يس واتشيك ان مفيش اي اتنين جنب بعض بيساوي بعض. لو فعلا مفيش يبقى انا هطبع نص السايز الفاتحه ونص السايز ايه قفل، نص السايز الجديد اللي هو يعتبر السايز القديم. طب غير كده هتطبع له ايه؟ الفاتحه والقفل بس. طيب نيجي للسي، خلينا نسيب البي للاخر. نيجي للسي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو هيدي لك بيرميوتيشن، وفي البيرميوتيشن دوت المفروض ان هو عايز يعد عدد اللاكي اليمنتس. يعني ايه لاكي اليمنتس؟ خلينا الاول نديفاين لعبه. هما بيلعبوا لعبه، ايه هي اللعبه دي؟ اللعبه دي ان انت وليكن مثلا معاك 1 2 3 4. في اللعبه دي هو المفروض ان هو هيبدا، هو معاه كوره، المفروض ان هما بدايتهم هيمسكوا الكوره دي يحطوها عند اي رقم موجود في الاريه. تعالى نفترض ان هو حط الكورة دي عند الاتنين مثلا. لما تحط الكورة عند رقم، انت اللي عليه الدور بعدك هم أليس وبوبي بيلعبوا، فده بيلعب وبعده ده بيلعب، ده بيلعب وده بعده ده بيلعب. المهم ان هم ايه، بيلعبوا لحد ما اللعبة تخلص. تمام. خلي بالك ان هنا في تركة، بيقول لك اللاعب اللي مش هيعرف يعمل لعبة، اللي مش هيعرف يعمل لعبة هو الكسبان. اللي مش هيعرف يعمل لعبه، هو عكسها، اللي مش هيعرف يعمل لعبه هو اللي كسبان. تمام. فايه هي الحركه بتاعتك؟ ان انت تاخد الكوره من هنا توديها لاي رقم
قبلك واصغر منك. يعني مثلا لو الكوره عند الاربعه فهو اللي عليه الدور الثاني ممكن يوديها عند الثلاثه، او ممكن يوديها عند الاثنين، او ممكن يوديها عند الواحد. ولنفترض ان هو اختار انه يوديها عند الثلاثه، يبقى اللي عليه الدور اللي بعده المفروض يختار يا اما يلعب هنا او يلعب هنا. المهم ان اللي بيبقى معاه الكوره، ماشي، اللي بيبقى معاه الكوره ممكن يلعب اللي بعده، يعني يلعب فين؟ ان هو يحط الكوره في اي مكان قبلك واصغر منك. تمام. طيب ايه بقى اللي هو عايز يحسبه؟ هو عايز يحسب عدد اللاكي اليمنت. طب اللاكي اليمنت ده بيتحسب ازاي؟ ان انت لو بدأت من عنده، لو بدأت من عنده يبقى اليس هو الكسبان، اللي هو بلاير 1 هو الكسبان. تمام. طيب تعالى نترس الموضوع هيمشي ازاي. تعالى نبتدي بدي. لو ثواني، هو عايز ايه؟ عايز كالكوليت مينيمم، كالكوليت نمبر اوف لوكي اليمنتس. اللوكي اليمنت اف اليس بليز ذا شيب اون ايس اليمنت ديور هيز هير هيز هير فيرست موف شي كان وين ذا جيم. تمام. زي ما قلنا هو هنا ايه الايه؟ ذا كرنت بلاير هاز تو موف. ماشي اهو. if a player can't make a move it's impossible to move according the rule game that player win. اللاعب اللي مش هيعرف يلعب هو الكسبان. حلو. طيب خلينا في الاول نقول لو احنا مثلا بادئين عند الواحد، لو بادئين عند الواحد فمفيش حاجه قبله، فبوب هيجي يلعب مش هيلاقي حاجه فيبقى هو الكسبان. فالواحد هنا ما ينفعش، مش هيبقى لاقي الا. طب الاثنين، اليس هيلعب عند الاثنين، بوب يروح لحطوط اللي عند الاثنين دي يحطها عند الواحد، فكده اليس يكسب. فدي معانا ماشي. طيب تعالوا نحط عند الثلاثة، لو بوب لعب عند الاثنين يبقى اليس غصب عنه هيلعب عند الواحد، وساعتها الثلاثة ما تنفعش معانا. طيب لو حط عند الاربعة، اليس هيحط عند الاربعة، فبوب يعمل ايه؟ بوب ذكي، لو هو حطها عند الثلاثة هيروح اليس لاعب عند الاثنين وساعتها اليس يكسب. لا، ده هيروح بوب لاعب عند الاثنين علشان ايه؟ اليس يروح جاي لاعب عند الواحد فيروح ايه؟ بوب كسبان، وساعتها الاربعه ما تنفعش معانا. اللي تنفع معانا هنا بس هي الايه؟ هي الاثنين. طيب حاجه زي كده هتحسبها ازاي؟ ده انت كده عند كل عنصر انت عايز تشوف ال LIS بتاعته، او ال LIS اللي هو موجود فيها. لو الطول بتاعها، لو الطول بتاعها كان اكبر او يساوي الاثنين، سوري، اكبر من الاثنين، فساعتها بوب هو اللي هيكسب. ليه؟ يعني مثلا تعال نقول زي ما احنا بنقول كده، الواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، اللي هينفع معانا هنا بس هو الايه؟ هو الاثنين. ليه؟ لان انت تعال نلعب كده عند التلاتة، اليس هيلعب عند التلاتة، هيروح بوب لاعب عند الاثنين واليس يروح لاعب هنا فبوب يكسب. طب تعال عند الاربعة، هيروح بوب لاعب هنا فيروح لأليس لاعب هنا يبقى بوب اللي كسب. بعد كده الخمسة هيروح لاعب عند الاثنين. فهي الفكرة كلها ان انت تحسب عند كل عنصر ال LIS اللي هو موجود فيها، هل هي طولها اكبر من الاثنين ولا لا. لو هي بتساوي الاثنين يبقى ايه؟ يبقى كده هتتحسب معايا. لو مش بتساوي الاثنين فمش هتتحسب معايا. تمام. طيب حاجة زي كده هنعملها ازاي؟ هنعملها بفينوك تري، اللي هو ايه؟ اللي هو هي هنحط، هي فيها سن الدي بي شوية، اللي هو انت عند كل عنصر بتخزن الماكسيموم. انت دلوقتي وليكن مثلا عند التلاتة، انت يهمك ايه؟ يهمك العناصر اللي قبلك واصغر منك، ماشي؟ طيب انت عند كل عنصر بتيجي عنده بتقضيت عند العنصر ده، خلي بالك ان هو قال لك ان هي برميوتيشن، فانت بتقضيت عنده. يعني مثلا تعالى نمشيها واحده واحده. انت دلوقتي عند الواحد، عند الواحد اهو، هل الواحد قبله فيه حاجه؟ لا، مفيش حاجه قبله، فنخزن عنده واحد. طب انت عند الاثنين، هل انا يهمني الثلاثه؟ ما يهمنيش الثلاثه، ده انا يهمني الارقام الاصغر من الاثنين، فهروح عامل كويري على ايه؟ الحاجات الاصغر من الاثنين، هيجي لي الواحد فهنا خزن اثنين. طب عند الثلاثه انا يهمني الواحد والاثنين، هجيب الماكسيموم في دول ويبقى هنا ايه؟ ثلاثة. انا الفكرة كلها ان انا بجيب ماكسيموم الدي بي اللي قبلي وبزود عليه واحد بس. فهنا
هيكون معايا فينوك 3 دي بتخزن الماكسيموم. نخلي بالنا ان الفينوك 3 هي شغاله زي البري البريفكس سم، ان هو يعني مثلا لو انا هخزن الماكسيموم فانا بخزن الماكسيموم من اول اليمنت، تمام؟ فهنا الفكره كلها ان انا بجيب الماكسيموم. وخلي بالكم ان انا لما بابديت، يعني بص انا هنا اهو بيكون معايا الفينوك 3 ومعايا الدي بي، بمشي من واحد لان بسي ان للاكس، بجيب كويري للاكس. كويري دي اللي بجيب اصغر حاجه موجوده عند عنصر اصغر من الاكس، تمام؟ كده كده هي بيرميوتيشن، فانا ممكن اكوير عند الاكس او الاكس ماينس 1 مش مشكله، تمام؟ بقول ان دي بي اوف الاكس ده بيساوي بري بلس 1 اللي هو اكبر حاجه اصغر مني بلس 1. طيب وبعد كده بابديت بقى عند الاكس بدي بي اوف اكس، حلو؟ وبقول الانسر بزيرو وامشي من واحد لحد ان، واقول الانسر بلس ايكوال ان دي بي اوف اي ايكوال ايكوال 2، بس كده. يبقى انا كل اللي يهمني الارقام اللي قبلي اللي هي اللي اصغر مني الدي بي بتاعها بكام. عشان برضو الدنيا تكون واضحه اكتر، تعال نجيب مثال عشوائي ونحاول نترس الحته دي عليه. مثلا 3 1 4 5 2، هنا تعالوا نحسب عند كل واحده الدي بي بتاعها. الثلاثه هل في حاجه قبلها؟ مفيش حاجه قبلها، يبقى هي لوحدها بواحد. طيب الواحد هل في حاجه قبلها؟ الثلاثة لا، انا يهمني الارقام اللي اصغر منها. هل في حاجه قبلها اصغر منها؟ لا، هيبقى واحد. لا دي يعني زيرو، يعني هنا مخزن صفر في الفينوك 3. الاربعه هتلاقي ايه الماكسيموم قبلها؟ هتلاقي قبلها الواحد وقبلها الثلاثه. بس نخلي بالنا ان عند لو يعني انا هنا ما ينفعش احط ثلاثه. هتقول لي ما في قبلها رقمين زيها، بس مش ال اي اس. ال اي اس ان انت بتجيب الماكسيموم من الدي بي اللي قبلك. فيبقى هنا الماكسيموم لما تروح من الثلاثه يبقى ايه؟ او من الواحد عادي، يعني يا اما 3 4 يا اما 1 4، دي ال اي اس. فيبقى هنا 2. الخمسه هنجيب من الاربعه تبقى 3، وعند الاثنين هنجيب من عند الواحد فيبقى 2. يبقى اللي هيتحسبوا معايا هم الاربعه وهم الاثنين بس. تمام يا جماعه؟ حد عايز نعيد تاني؟ طيب دي بالنسبه للمساله دي. بالنسبه بقى للمساله دي، بص يا معلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو هيدي لك باينري سترينج، ونخلي بالنا ان السايز السترينج مش هيعدي ال 100. خلي بالكم ان دايما يعني حته الانبوت دي بتكون هنت ليك على الحل في معظم المسائل. وحط تحت الجمله دي 100 خط بالله عليكم، في معظم المسائل هتلاقي ان رينج الانبوت هو هنت للحل. رينج الانبوت هو هنت للحل، يعني حتى في الاي سي بي سي من يومين كانت في مساله على السيجمنت 3، تمام؟ كان بيقول لك هيدي لك رينج وتملتبلاي الرينج دوت في رقم، وتيجي تانسر على اكبر فاكتوريال بيقبل عليه حصل الضرب في الرينج اللي هيديهولك دوت. فهنا اول ما بصيت على المساله انا كنت متاكد مليون في الميه ان رينج الانبوت هيبقى صغير، وفعلا رينج الانبوت كان اللي هو الارقام اللي جوه الاري كانت 5000، فكنا هنعرف نشتغل عليها يعني. فدايما رينج الانبوت بيكون هو هنت للحل. فهنا اول ما قال لك 100 يعني من قبل ما اكمل قراءه كده انا قادر ان انا اشتغل دي بي، قادر ان انا اشتغل حاجات كتير قوي. لو قال لك مثلا السايز اخره 18 17، انت هنا بيقول لك انت ممكن تشتغل ريكيرجن باك تراكنج، ممكن تشتغل بيت ماسك، في حاجات كتير بتيجي في الدماغ اول ما بتشوف رينج الانبوت. المهم نقرا المساله. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو هيدي لك باينري سترينج، وانت مطلوب منك ان انت تخلي السترينج ده عدد الواحد زيرو بيساوي عدد الزيرو واحد، وفي نفس الوقت يكون باقل عدد من السوابس. يعني ايه؟ يعني انت مثلا معاك الباينري سترينج اللي هو ده 101، عايزين نعد عدد الواحد زيرو كسب سيكونس مش سب اري، وعدد الزيرو واحد. هنا هتلاقي ان واحد زيرو ظهرت مره، وهتلاقي ان الزيرو واحد ظهرت مره، فدول بيساووا بعض، يبقى انت الاجابه بتاعتك صفر، انت مش هتبدل حاجه، تمام؟ طيب لما نيجي نقول 1 0 0 0
1 1 0. تعال نعد ال 1 0 وال 0 1. الواحد ده هيبقى معاه كام صفر؟ ادي 1 2 3 4 تمام، والواحد ده يبقى كده دي 5 ادي 6، هنا المفروض 6. طيب عدد ال 0 1، ال 0 ده هيبقى معاه واحدين، وال 0 ده معاه واحدين، وال 0 ده معاه واحدين، وال 0 ده معاهوش خالص، يبقى 6. يبقى هما برضو 6، دول بيساووا بعض، الإجابة 0. طيب تعالى نشوف سترينج تاني اللي هو اللي بعده 1 1 0 1 0. عدد ال 1 0 وعدد ال 0 1، هتلاقي إن هنا عدد ال 1 0 أدي 1 2 3 4 5. طيب عدد ال 0 1 واحدة بس، فأنت ممكن تعمل إيه؟ انت ممكن تسواب العنصر ده تبدله مع العنصر ده، فيبقى 0 1 1 1 0. تعال نعد كده، هتلاقي ان هنا 0 ادي 1 2 3، وهنا الواحد ده مع 0 والواحد ده مع 0 والواحد ده مع 0، فيبقى 3. فالاجابه بتاعتك تبقى 1 اللي هي اقل عدد من السوابس. تمام. طيب حاجه زي كده انا هحلها ازاي؟ والله انا كل اللي يهمني ايه، كل اللي يهمني عدد الـ الـ يعني عدد ال 1 0 وعدد ال 0 1. طيب تعالى نفترض ان انت يعني هتبيلد سترنج من جديد. لو انت هتبيلد سترنج من جديد، حلو. طيب لو انا هبيلد سترنج من جديد، خلينا مثلا في السترنج ده، انا دلوقتي عند كل ستيت او عند كل اندكس، انا يعني اللي المفروض ان انا اعمله هعمل ايه؟ يا اما هحط 0 يا اما هحط 1. حلو. طيب تعالى كده نشوف ايه اللي بيحصل للصام 0 والصام 1. يعني خلينا نعتبر ان دي الصام 1 ودي الصام 0، ماشي، واحده صام 1 وواحده صام 0. تمام. طيب ايه اللي بيحصل للصام 0 وايه اللي بيحصل للصام 1؟ انت في البدايه خالص تعالى نفترض ان انت مره هتبقى معاك 0 ومره يبقى معاك 1. في المرة التانية لو جيت حطيت 1، هتلاقي ان الصام 0 زادت 1. طيب لو انا كنت حطيت 0، هتلاقي ان الصام 0 لسه استنت زي ما هي، ما حصلهاش حاجة. تمام. هي الفكرة كلها ان انت عند كل عنصر، تعال نجرب هنا مثلا، انت مثلا اهو اشتغلت 3 عناصر وحايد، لو جيت ضفت 0 هتلاقي ان عدد الصام 0 سوري عدد الصام 1 اللي هي 1 0 هتلاقيها زادت بكام؟ زادت بعدد الوحايد اللي قبل الاصفار، لان كل دول اتحولوا ان انت ممكن تحسبهم 1 0 1 0 1 0 وهكذا. كذلك الامر لما يبقى معايا اصفار واجي احط 1، يبقى الصام 0 هنبلس ايكوال عليها عدد الاصفار. ليه؟ لان دي هتبقى سب سيكونس مع دي، ودي هتبقى سب سيكونس مع دي، ودي هتبقى سب سيكونس مع دي. طب لما اوصل للاخر هشوف، انا هكون معايا مخزن معايا الصام 0 والصام 1، لو لقيت ان الصام 0 بيساوي الصام 1 فساعتها هعمل ايه؟ هريترن 0. تمام. طيب لو ما لقيتهمش بيساوي بعض هريترن رقم كبير، لان انا عايز المينيمم نمبر اوف سوابس. طيب ايه اللي هزوده عندي؟ ان انت هتشوف، تعال نفترض مثلا انت هنا في البداية في الاول خالص هتحط 1، فالواحد بيساوي الواحد، خلاص كده معنى ده ان هو استنى زي ما هو، ما حصلش فيه سواب. طب هنا واحد مثلا، انا لا انا حطيت او تعال بقى نقول ايه، ان انت هنا الاجابة الصح ان انت 0 1 1 1 0، ماشي. انت طبعا هتبقى عادد عدد الوحيد وعادد عدد الاصفار، مش هتبقى اعلى من عدد الوحيد ولا هتبقى اعلى من عدد الاصفار. فانت في البدايه هنا الزيرو ده هنا واحد خليته زيرو، معنى كده ان انت هنا عملت سواب. طيب ده واحد وده واحد، معنى كده انك ما عملتش سواب. ده واحد وده زيرو، معنى كده انك هنا عملت سواب. ده واحد وده واحد تمام، ده زيرو وده زيرو تمام، يبقى انت هنا في اتنين عامل لهم سواب، فانت تقسم على الاتنين عشان يطلع لك العدد الفعلي اللي هو هيبقى كام، اللي هو هيبقى واحد. تمام ولا ايه؟ نبص على الكود نفهم اكتر. تمام. مبدئيا كده الستيتس بتاعتك هتبقى الاندكس و
هو قايل لك ان اللينس اخره 100، فانت هنا ده هيبقى 100، وهنا عدد الوحايد او عدد الاصفار. انت يهمك عدد الوحايد وعدد الاصفار والصام 0 والصام 1، تمام؟ يبقى عدد الوحايد اسمه الاندكس وعدد الاصفار والصام 0 وعدد الوحايد وعدد ايه والصام 1. بس نخلي بالنا ان ديت يعني هما حاجتين بس، هما حاجتين بس، تمام؟ يعني انت عدد الاصفار لو هنا مثلا 5، فانا مش لازم اخزن عدد الوحايد لان هما حاجتين بس، فحاجة واحدة ممكن تغنيني عن الحاجة التانية، فانا لو خزنت دي فانا ممكن استغنى بينها عندي. كذلك الصم لو خزنت دي انا ممكن استغنى عندي. طيب هنا الاندكس 100 والعدد الاصفار ماكسيموم هيبقى 100 برضو اللي هو السايز. الصم هو قال لك بالانسد سترينج، او سوري، عدد الواحد 0 هو بيساوي عدد الواحد 0 يكون بيساوي عدد الزير 1. طيب ماكسيموم عدد الزير 1 هيبقى كام؟ هيبقى 50، فاللي هو 1 1 1 1 1 1 صفر 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 صفر، 50 واحد جنب بعض و50 صفر جنب بعض، ده هيبقى سبميشن لل 50. 50 في 51 على الاثنين فيها كام؟ 1275. هنحط له 1276، ماشي؟ طيب هنا يا معلم انت في البداية بتعد عدد الاصفار وبتعد عدد الوحايد. الوحايد بتساوي عدد السايز السترنج الاصلي ناقص عدد الاصفار، بنخزنهم جلوبال الزيرو والون. حلو. طيب بميم سيت الدي بي بسالب 1 وبسي اوت سولف على الاثنين. طيب ايه هو السولف بقى؟ معايا الاندكس وعدد الوحايد وعدد وصام الوحايد وعدد الاصفار وصام الاصفار. لو الاي وصلت للاس دوت سايز، او سيبك من دي دلوقتي، سيبك من البيس كيس، خلينا نخش في ترانزيشن. هنا بجيب الدي بي بتاعي وبقول الريت بيساوي رقم كبير بحيث ان انا ريتيرن المينيموم. لو عدد الوحايد اصغر من عدد الوحايد اللي في السترنج الاصلي فانا ممكن اجرب ان انا ايه اضيف واحد. طيب لما اضيف واحد هروح لاي بلس 1 وهزود الوحايد بواحد، واحنا قلنا لما بضيف واحد لو انا معايا اصفار 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 اصفار، جيت ضفت واحد، الواحد ده يبقى صام الزيرو هيزيد بعدد الاصفار، لان الواحد ده هيعمل سب سيكونس مع كل الاصفار، يبقى صام صام 1 بلس ايكوال ايه زد اللي هي عدد الاصفار، وزد زي ما هي والصام زد زي ما هي، زائد ايه ان انت هنا ضفت واحد يبقى الرقم ده او الحرف ده مش بيساوي واحد. كذلك الامر في العكس هنا، ان انت بتزود عند الزد بواحد اللي هو بتزود زيرو، وبتزود الصام زيرو بعدد الوحايد اللي هو انت لو معاك وحايد وجيت ضفت زيرو، طيب انت عملت سب سيكونس مع ايه؟ مع الوحايد، فتيجي تضيف هنا ايه؟ عدد الوحايد زائد ان الحرف ده مش بيساوي الزيرو. بس كده البيس كيس بتاعتي، لما اوصل لسايز السترنج لو الصام زيرو بيساوي الصام زد اريترن زيرو، طب لا غير كده اريترن رقم كبير. بس تمام ولا ايه؟ حد مش فاهم؟ يا اهلا الميتنج، الدنيا تمام ولا ايه؟ حد يرد عليا؟ طيب تمام تمام دي بقى البي تمام. احنا هنوقف الريكورد بس لحد ما نقراها. فانسي كوينز، يا ريتكم فهمتني ان شاء الله. فهمتني تمام، انا رجعت الريكورد دلوقتي. نبدأ نفكر بقى. طيب هو لو احنا قلنا ان هو في البداية هيستخدم كل الاي كي، خلينا في الاول كده نقول ان هو في البداية هيستخدم كل الاي كي، ساعتها اللي هيتبقى معانا هيبقى عبارة عن ايه؟ طيب بص، خلينا مثلا نقول ان انت هيكون معاك الاي واحد والاي كي. طيب لو احنا معانا الاي واحد هنا مثلا، معاك الستة، انت عايز توتال 11، معاك يا اما 3 يا اما 1،
يا اما انت عايز تشتري ستة، سوري انت معاك ستة وحايد وواحدة ثلاثة. ماشي، ماشي. طيب انت عايز تجيب المتبقي، باقي اسمة باقي اسمة ايه اللي هم يعني باقي اسمة التوتال على على الاي كي، باقي اسمة التوتال على الكي، سوري على الكي، فهيبقوا كام؟ اللي هي ام مود كي، يعني مثلا تعال بس احنا هيبقى معانا ال N وال K وال A واحد وال A K سي N N و K و A واحد و A K. ماشي، ممكن نقول مثلا int x بيساوي ال N اللي هي التوتال مودولس ال K. ماشي، طيب ال n مودولس ال k ده اللي هو متبقي لو احنا هنستخدم ال k، لان انت من مصلحتك ان انت تستخدم ال k اصلا. حلو، ماشي. طيب وبعدين احنا ممكن نعمل ايه تاني؟ انت ممكن تشوف المتبقي من ان انت تستخدم المودولس دوت و ال A واحد مش بعد ما خلصت استخدام اي كي هخش على اي واحد صح كده؟ انت المفروض هتخش على A واحد. ماشي، طيب انت ممكن بقى تقول ايه؟ ان ال A minus equal x ال A one minus equal x، بس نفترض ان هي كانت هي اكبر من الزيرو، كانت هي اصغر من هو الزيرو. الفكرة انه ده الموضوع اللي كنا قلناه في التست التالت، ان انت مش هتطرح ال A1 كلها، لان طرحك لل A1 كله ممكن يخليك تاخد فانسي كوينز اكتر. حلو، طيب انا ممكن اقول نفس بقى الاكس ده بيساوي المينيموم من ال A1 وال N مودولاس ال K. تمام، تمام. حلو. بعد كده جبنا المينيموم، عايزين بقى نشوف احنا هنجيب قد ايه اصلا من الاي كي. بيساوي ال n على ال k. ماشي، والانصر بيساوي ال ماكسيموم ال 0 و w ناقص a k. تمام، اللي هو يعني انت شوف انت تستخدم كام a k. حلو، طيب لو ال x بقى، لو الاكس دي كانت طيب احنا معانا المودولس اللي هو المتبقي، طب نفترض اصلا ان الكي دي كانت بواحد، هو ممكن يديها لنا بواحد اصلا ولا لا؟ الكي لا، مش هتبقى بواحد، هتبقى باتنين. الكيلة باثنين ماكسيموم اتنين. ماشي، مينيموم. فانت كده ممكن تستغنى عن ممكن تستغنى عن واحدة من الكي وتحط مكانها ايه؟ ممكن تستغنى عن واحدة من الكي وتحط مكانها
سوري، ممكن تستغنى عن واحدة من الكي وتحط بدلها، لا ممكن تستغنى عن شوية وحايد وتحط بدلهم الاي كي، وتحط بدلهم واحدة من الاي كي. هو في طريقة احنا ممكن نجيب عدد يعني عدد العملات اللي نستخدمها من AK يعني الماكسمايز بتاعه ونفس وهطرح منه اللي انا هستخدمه من A1 وبعد كده اشتغل عليهم هيبقى اسهل لي. يعني مثلا في 11 والكي كان ب3، انا هستخدم 3 عملات من AK وهستخدم عملتين من A1، فهقدر اشتغل على A1 براحتي ساعتها. طب بص هقول لك حاجه، صل على النبي. انت احنا في البدايه، واحنا احنا قلنا ان احنا هنجيب الايه المينيمم في المود، او لا بلاش دي، احنا ممكن نقول زي ما احنا كنا قايلين ديت الان مودول سكيل كي، تمام. وكده احنا عايزين نعمل ايه كده، ان احنا دول المفروض هنحطهم بوحايد، ده المفروض، تمام. طيب تمام. فاحنا ممكن نقول ايه، خليك بس معايا، ممكن نقول ان الاي واحد ماينس ايكوال اكس، حلو. طيب ده كده ان احنا ايه هنستخدمهم كوحايد، وطبعا الاي كي انت هت ماينس ايكوال منها، لا ده في البدايه بقى، خلينا نقول ان في البدايه الاي كي ماينس ايكوال، ممكن نقول هنا انت ممكن بعد كده تشوف بقى الاي 1 هتعمل كام واحدة من الاي كي. بالظبط ايه ان على الكي، ماشي، والاي كي ماينس ايكوال دبليو، ماشي، حلو قوي. طيب لو متبقي معايا وحايد، لو الاي 1 لو متبقي معايا وحايد كانت اكبر او يساوي الكي، ماشي، فيبقى الاي كي احنا كده هنعوضهم باي كي، بس لا هي ممكن نقسم ال A1 على ال على ال K والرقم دوت هجمعه على AK اللي معايا، يبقى انا دي عدد عملات AK معايا، اشوف انا محتاج كام واحد غيرهم. بس بس يعني انا كده عندي دلوقتي كده بص ال A1 كده احنا معانا ايه، احنا معانا ال n على k، هنشيلهم من ال من الاي كي، ماشي. طيب انا كده متبقي، متأكد ان الباقي ده هيكون اصغر من الكي، فلو الاي واحد كانت اكبر من الكي نزودهم عملات في الاي كي احسن. ممكن نزودهم عملات في الاي كي احسن. انا كده مش هحتاجه، ما انا خدت اللي انا هحتاجه من الاي 1 خلاص، مش محتاج يعني عملات فرديه تاني مش محتاج عملات من الاي كي تاني. او من الاي 1 مش من الاي كي. سوري، من الاي 1 انا كده هاخدهم من الاي 1. وممكن ترجع للاكزامبل بس بص على التاني يمكن يوضح الدنيا شويه. ماشي، في التست التاني هنا معاك 20 ومعاك 20 بالظبط. من النوع 3، فدوت انت هيبقى 3 هو و3 اخد و3. هو اخد اخد من ال20 وعنده 20 كوين، كل كوين عليها 3 3 مثلا، فكده هو اخد 11 على 3 اللي هي هتبقى 3. هناخد هناخد 3 من ال الانتجر ديفيجن بتاعها فيطلع 3، فأنا كده أخدت 3 من الكوينز بتاعت مين؟ اللي هي ال20، من اللي هم ال20 اللي هم بعد 3، كده كمل تمام؟ وحايد. فاتبقى معايا 2، فاتبقى معايا 2، فأنا معايا 20 وحايد أصلا وأنا محتاج 2، فالموضوع إيه؟ عدى من غير ما أحتاج إن أنا آخد إيه؟ إن أنا آخد حاجة فانسي. فأنا أعتقد إن هو هناخد المينيموم بين يا إما ال N على K، تمام؟ طب ثواني معلش، هو ال11 ال11 مود التلاتة بكام؟ مود ب2 باتنين صح؟2 باتنين. هو ممكن نقول حاجة بس، اتفضل. هو أنا ممكن لو جبت ال11 مود ال3 هيديني 2، ده كده عدد العملات الفردية اللي أنا محتاجه اللي هو 2، تمام؟ لو تمام. رحت طرحته مع عدد العملات الفردية هيتبقى لي كام؟ هيتبقى لي 4 عشان هما 6، تمام. الأربعة دولت أنا أقدر منهم أعمل منهم كام واحدة إيه كي؟ هلاقي إن أنا أقدر أعمل واحدة بس اللي هي بتلاتة،
يبقى انا كده عندي كام عملة اي كي؟ عندي اثنين، واحدة معاملها انا من الوحيد، وواحدة هي اصلا معايا من الاول. هشوف انا محتاج كام واحدة عليهم، بس هلاقي ان انا محتاج واحدة كمان، يبقى هو ده الاوتبوت. لا قول تاني معلش. دلوقتي انا عندي ال 11، لو جيت قسمتها على الكي هيديني ان انا محتاج 3 عملات من الاي كي، ماشي تمام، ومحتاج عملتين من الاي 1. ماشي العملات اللي محتاجها من الاي 1 هروح اجيبها من الاي 1 على طول. ماشي لا، لو لقيت متبقي لي عملات من الاي 1 تاني، ممكن اقوم قاسمها على الكي، اشوف هي تعمل كام عمله من الاي كي، وساعتها هضيفهم على العملات اللي معايا، لان دي عملات معايا اوريدي، واشوف بس انا محتاج اشتري كام عمله كمان زياده. والفكرة هنا لو الـ AK كانت أقل من اللي أنت عايزه، يعني أنت مثلا ما هنا هو لو اقل، على التلاتة بتلاتة، تمام؟ أنت لو تخيل الـ AK عندك باتنين مثلا، طب هقول لك حاجة، فأنت هقول لك حاجة. بص احنا الـ AK هنشيل منها الـ N على K، والـ A1 هنشيل منها الـ X. ولو لقينا ان الـ A1 كانت اكبر او يساوي الـ K، انا ممكن ازود عملات في الـ AK بحيث ان هي دي اللي ايوه، هتبان. يبقى A1 او على حتى K مش تمام، يبقى ال A1 سوري ال AK بلس ايكوال A1 على ال K. و مش محتاج حتى ان انا اتشيك ان هي اكبر من كي، انا مش حتى لو محتاج حسبت وهي بزيرو خلاص. و ال A1 على ايكوال K. طيب بعد كده ممكن كده الاي 1 مش محتاجه تاني، الاي 1 انا خدت اللي انا محتاجه منها، فانا لا بس خلاص مش ثواني، هستنى. هو انت اصلا لو في الحتة دي نفترض ان انت كنت محتاج حاجة، فهنا انت ممكن تقول انت الانسر بيساوي مينيمم الزيرو والاي 1 والمينيمم الزيرو والاي 1، بس نقول سالب بقى، سالب مينيمم الزيرو والاي 1 زائد سالب سالب مينيموم الزيرو والاي كي. سي اوت الانسر اعتقد بس كده. لا ده دي 3، المفروض 5 اصلا. بس ليه طبع الـ3؟ سالب سالب مينيموم. بص هو في البداية احنا المفروض انا هجيب المينيموم للزيرو والاي 1، بحيث ان الاي 1 ديت لو بسالب معنى كده ان انا احتجت اي 1 زيادة، تمام؟ هاخدها بالسالب، زائد المفروض نفس الكلام مع الاي كي. لو انا احتجت اي كي تاني بس لا، يعني احنا هنا اعتقد احنا لازم نتشيك الاي 1 كانت اكبر او يساوي الكي. صح كده، اصل القسمة دي مش بالساهل، لازم نتشيك عشان نتأكد ان هي تمام. ما اعتقد بس كده. اكسبت. لذيذة لذيذة بس رخمة. كانت أسهل من إيه؟ لا يا راجل لا يا راجل، ده انا شايف دي اسهل منها. أنا حليت أسهل من إيه؟ سي على فكرة كان ليها حل جريدي أسهل من اللي أنت قلته. هو بصراحة حتة ال LIS بتاعت الفينوكتري دي انا حلل عليها كتير قبل كده، فالموضوع بالنسبة لي ما خدش وقت. أنا عملتها بحل إن أنا جبت
دايما بشوف اللي قبل المينيمم والحل اللي ينفع مينيمم، ولو انا اقل منه بزود الكاونت، ده الحل. بس معقولة؟ ممكن استنى ارفع لك الكمبيوتر يعني كده هو ابقى أكيد تنفش. هيكون موجود في الستيتس، ممكن في أصغر الحلول. انا بعت في الشات هناك. لو الفاليو اصغر من ام ان واحد والفاليو اكبر من ام ان اتنين فانت بتمينيمايز جامد. لا جامد والله، عاش تعليمك بقى. حلو يا حبيبي، ربنا يخليك. لا بس جامد هو بصراحة، يعني انا طول ما التوبيك اللي معايا هيفيدني بحب استخدمه، فعشان كده ما هو اول انا حاجة لسه جت، مش متعلم جنيه اول حاجة عشان جت في كده. دماغي بقى. بس بصراحة الكونتست كانت لذيذة، كنت أتمنى إن أنا أحضرها، بس إحنا هنا في اسكندرية النور بيقطع من 5 لـ 6 فمعرفتش أحضرها. والله كانت أول مرة أخد قرار إن خلاص أنا هرجع أدخل كونتستات تاني بعد المسابقة بإذن الله. يلا ان فكنت شاء ناوي الله. أدخل عايزين نحارب على الكاندي بقى. كنت ناوي أدخل الكونتست ديت بس النور، نسيت إن النور بيقطع من 5 لـ 6 وعموما. بس نقفل الريكورد هنا.